اضطر شاب فلسطيني من محافظة الخليل لتحويل سيارته غالية الثمن إلى عربة لبيع الخضروات، وذلك بعد أن قررت السلطة الفلسطينية إغلاق المدن والأسواق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ما تسبب بكساد المنتجات وخسارة كبيرة للمزارعين. ورغم موجة السخرية والانتقاد لبيع الخضار في سيارة فارهة، إلا أن البائع فضل الاستمرار في عمله على إتلاف محصوله. نتابع. نعم، إنها فخر الصناعة البريطانية في مجال السيارات، وقد تحولت في مدينة الخليل إلى عربة لبيع الخيار. هكذا شاءت ظروف كورونا لدى الشاب محمد خضر الذي يوقف سيارته الفارهة يوميا عند قارعة الطريق لبيع حمولتها من الخضار. عندي أنا جبين مش جيب، وقيمته نص مليون شيك. الحمد لله، أول شيء هذا تعبي، وفي نفس الوقت المالي هذا من بستاني كمان، وفي ثمن عيال بيشتغلوا معي. يمتلك محمد مزرعة خضار كبيرة، وقد تزامن موسم نضوج الخيار مع إجراءات الإغلاق التي فرضتها السلطة الفلسطينية لمنع انتشار فيروس كورونا. فوجد محمد نفسه أمام خيارين، إما أن يتلف المحصول أو أن يقوم هو شخصيا ببيعه باستخدام سيارته الشخصية. ما فيش حسبة، سكونا الحسبة وعودنا طهينا ننبسط فيهن. شايف، حملت المهم في السيارات عندي جبين، أنا حملت السيارات إني أوزع، سويت بسطتين. الناس تم تتمسخر علي انه جيب هنج وسيارة جبت سيان كمان انبسطات، يعني الناس صارت تتمسخر علي. يعني بالعكس انا كنت مبسوط، لانه هذه نعمه الله اني اكيد هلا يعني ببسط فيها وبخلي زي ما انت شايف عنده عمال بيشتغلوا. مشهد بيع الخيار في سياره فارهه يتجاوز ثمنها $100,000 اثار موجه من الاستغراب والسخريه. لم يأبه بها محمد، بل استمر في بيع محصوله بكل جديه سعيا خلف رزقه، ما حول السخريه في عيون الناس الى احترام. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.